عدد اللاعبين او بيطلب منه يلعب كره طويله عشان يلعب على الكره الثانيه ويكثف لعيبته عشان بس ده موجود يا كابتن عندنا؟ اه موجود طبعا بس ما نشوفوش بعدد كبير. بص هقول لك حاجه، يعني انت ما تعممش، لان في ناس فنت حياتها في ان هي تبقى شغاله بالشكل ده. يعني ان يعني انا هقول لك حاجه، يعني من اول ما بقيت مدرب انا اشتريت شقه وانا عندي 42 سنه عشان كل فلوس احوشها واطلع في بلد اقابل حد مدرب كبير واقعد في فندق معفن فيه صراصير واكل سندوتش همبرجر اليوم كله عشان اتعلم. صح. فما تقوليش ان احنا الكلام ده كلام مش جديد يعني على ناس على بعض الناس يعني. لا مش بقول كلام التدريب على... كلام التدريب لا في فرق يا كابتن من كلام التدريب انه ما يكونش ده على حضرتك فرق مين بينفذه. لا ما انا بقول لك يعني بقول لك احنا الكلام اللي انت بتقوله ده احنا يعني مثلا انا عامل وحده تدريب مدتها نص ساعه من 15 سنه على الشغل بالرجلين بس. من 15 سنه. اسال لعيبه النادي الاهلي عصام الحضري وامير واحمد فوزي وكل الناس اللي كانوا بيشتغلوا في ده حضرتك بتلاقيه في الملعب؟ بلاقيه طبعا. شفت التغير اللي حصل لهاني سليمان في بنايه اللعب. شوف دلوقتي عامر بيودلنا الكره فين وفي انهي اتجاه. طبعا بنشتغل بنشتغل كل يوم. انا اقسم بالله بروح البيت عايز يشيلوني مربعه. لازم حارس المرمى او مدرب حراس المرمى يكون عنده خبرات سنين ولا ممكن يكون سنه سن المدرب سنه سن الحارس؟ لا طبعا اكيد اكيد لازم يكون عنده عدد ساعات شغل اكتسب منها خبرات. وعدد ساعات الشغل يعني ايه؟ يعني لعب شاف 100 مباراه فيها مواقف كتير جدا. صمم وحدات تدريب على الاخطاء اللي حصلت في المباريات دي. بس بنشوف دلوقتي سن صغير زي حارس مرمى مدرب حراس مرمى النادي الاهلي مثلا. انا ما اعرفش هو كفاءته ايه او هو سن صغير ما شفتوش يعني ما شفتوش كمدرب يعني. ولكن ممكن يكون بطل بدري قوي او يعني مثلا ما لعبش كتير واشتغل في التدريب وهو عنده 20 سنه. ما لازم يكون اشتغل في التدريب وهو عنده 20 سنه يبقى عنده خبره. والا لو اشتغل لو بطل وهو عنده 32 سنه 33 سنه يبقى ما عندوش خبره. راح حركي في سوارش. طبعا هو جه في ظروف صعبه لكن انا شايف انه بغض النظر عن النادي الاهلي او نادي الزمالك او اي نادي انه يكون في اثناء التعاقد واحد بيفهم في البادي لانجويج في لغه الجسد. يشوف المدرب ده وهو بيتعاقد الرياكشنز بتاعته ازاي عامله ازاي ويكتب تقرير عن شخصية المدرب ده. نكمل تعاقد معاه ينفع يدرب فريق كبير. انا ما بتكلمش على سواريش، انا بتكلم على الفكر الاحترافي اللي هو يعني انا ماشي مع حضرتك. يعني اصل انت بتبص لي قوي يعني ان انا بقول ان سواريش شخصية ضعيفة وعلى الخط باين انه مهزوز ومش عارف. لا انت حضرتك بتقول انا مودش. انا ما بقولش انا مودش. انا فتحت بقي. انا ما بقولش. انت حضرتك بتقول لا يا بقول 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 انا بقول النادي الاهلي ده ناديه طبعا ولحم اكتفي من خيره. واي حاجه حلوه في حياتي هي بسبب النادي الاهلي اكيد. فانا بقول لكل الناس مش للنادي الاهلي انه ما فيهاش حاجه. ما فيهاش غضاضة على راي صلاح عبد الله ربنا يديله الصحه انه اجيب واحد بتاع بادي لانجويج يقعد في التعاقد يقعد بس يعمل كده ويسمع الراجل وهو بيتكلم وهو بيدي شروط وهو بيشرح المشروع بتاعه. مع ان كلمه المشروع دي خايبه جدا وما بحبهاش لان مفيش حاجه اسمها مشروع. ويعمل تقرير في شخصيه المدرب لان من نادي كبير زي الاهلي الزمالك ليفربول مانشستر سيتي انت بتشوف شخصيات جباره. سيبك بقى من فنيا فنيا دي حاجة لازم يبقى فنيا كويس ولازم يبقى شخصية تناسب المكان. شخصية بص لي كده ليه يا عم؟ أنا بسمع والله يعني أنا أسمع حضرتك مش مستريح أناقشك مش مستريح. لا أنا مستريح طول الوقت. طب أمال إيه طيب؟ والله العظيم مستريح طول الوقت. أنا بسمعك عشان بس أنا بقول وجهة نظري يعني مثلا مثلا والله العظيم مش يعني أنا ممكن تلاقيني بطلت تدريب السنة دي. بناديك صعب او خدت قرار ان انا ابطل
ودايما لكن مثلا بشتغل مع احمد سامي ده واحد ذكر وشخص قوي جدا وبيعرف يسيطر على محمد ابراهيم وصالح وشادي والناس دي ولا حد فيهم يقدر يتكلم لا 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 انا هرجع لحركه للكابتن احمد سامي عشان انا ما توهش انا لفيت ومشيت انا بقول لك انا بقول لك انا ليه بقول لك كده ليه بقول لك كده بقول لك كده لان انا عشان يعني ايه بادي لانجوج لغه الجسد ايوه انا فاهمها بس يعني مثلا لأ. واحد بيبان من لغه الجسد بتاعته انه ضعيف او انه قوي او انه مهزوز او انه هو منبهر مش هيجي يبهر يعني هو المفروض يجي يبهر هو نفسه منبهر ده تقييمك لسوارش لا ما تدخلنيش في سكه ان انا بقيم سوارش لا انا برضو بفهم انا والله العظيم ابدا لا انا كابتن بفهمك كابتن انا بقسم بالله ابدا كابتن انا بقالي في الشغلانه دي ممكن السنه الجايه ممكن السنه الجايه تلاقي سوارش ده مكسر الدنيا يعني انا ما بناقشكش في شغلانتك انا كابتن في شغلانتي بنشتغلها من زمان انت حر فبستوعب يعني والله العظيم بص هقول لك حاجه بقول لك حبيبك ايه يبلع لك الزلط فانا هبلع لك الزلط